أهلا بيكم متابعين قناتي قناة مصر الآن. أسرار في حياة سمير غانم، وأولهم اتجوز 3 مرات. بس قبل ما نبدأ الفيديو بدعوكم للاشتراك في القناة عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار على مدار اليوم. حكايات وأسرار من حياة الفنان سمير غانم كشفها خلال لقائه بأحد البرامج التلفزيونية مؤخرا، وتحدث عن زيجاته السابقة. وقال الفنان سمير غانم إنه تزوج فتاة صومالية تعرف عليها خلال حفلة، واستمرت علاقتهما شهران. أما الثانية كانت زوجة كوميدية، كانت بعد سهرة مع أصدقائه، وزواجهما كان أسبوع فقط. وصف الفنان سمير غانم زوجته الفنانة دليل عبد العزيز بأنها أسطورة التي تمكنت من إنجاح هذا الزواج. وقال: حذرت دليل بأني أكبر منها ب20 سنة، قالت لي ما يهمكش. وكمان كشف الفنان سمير غانم عن رفضه أن يعالج الطبيب لدغة إيمي وهي صغيرة، وإنه اضطر في فرح دنيا لارتداء بدلة وهو لا يحب ذلك. وكمان وصف رامي رضوان زوج ابنته دينا بمفهوش غلطة، كما كشف عن حبه الأول وكانت بنت الجيران. وكمان قال إن مديحة كامل كانت أول بنت عكسها. وكمان كشف الفنان سمير غانم أن الفنان حمدي المرغني هيكون خليفته في الجيل الحالي. وكمان قال الفنان سمير غانم إنه حين تزوج دلال عبد العزيز لم يوصيه أحد عليها أو العكس، لكنه قال لحسن الرداد في ليلة زفافه على إيمي سمير غانم وسط الزحام في أذنيه: أنا مش هوصيك عليها يا حسن، ليرد عليه: دي في عينيا. أما بخصوص وصية سمير غانم لرامي رضوان فقال ضاحكا: ملحقتش أوصيها عليها من الفرح الجميل اللي كانوا عاملينه، واللي كان فيه شو معمول جامد جدا من خلال أغنية غنوها الاتنين مع بعض. وعن رأي الإعلام في أزواج دنيا وإيمي سمير غانم طول العزة بتاع سمير غانم الله يرحمه، لفت نظر الجميع حسن الرداد ورامي رضوان، محدش فيهم قعد لحظة، وإنهم شالوا كل حاجة، بداية من شيل النعش واستقبال الناس واقفين على رجلهم كأنهم من دمه وعياله. أما عن كلمات شقيق الفنان سمير غانم فودع اللواء حسام شقيق الفنان سمير غانم أخاه بعد الفراغ من دفن جثماني بكلمات مؤثرة قائلا: شكر الله سعيكم، أنا زفيت أخويا عريس النهاردة وراح للرحمن الرحيم، وحب الناس ده قاعد لي ولولاده الله يرحمه. أما عن رامي رضوان زوج ابنتي دنيا قال: ما كانتش جنازة، ده كان موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخلد بإذن الله، هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معانا. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة واللايك للفيديو عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار على مدار اليوم.